الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أغلق خام البصرة على خسائر أسبوعية بلغت أكثر من 2% أسوة ببقية الخامات النفطية الأخرى التي سجلت هي الأخرى خسائر أسبوعية. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 19 سنتا ليصل إلى 65 دولارا و61 سنتا للبرميل، وسجل خسارة أسبوعية كبيرة بلغت 11%، فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض أيضا بمقدار 5 سنتات ليصل إلى 76 دولارا و10 سنتات، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 7 دولارات أو ما يعادل 9%. وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في أسعار النفط نتيجة مخاوف الركود المتزايدة التي أدت إلى ضعف الطلب من الصين وأوروبا وأمريكا. اتهمت رابطة المصارف الخاصة في العراق أطرافا لم تسمها بالعمل على زعزعة السوق وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في سعر الصرف. وقال مستشار الرابطة سمير النصيري إن هناك شائعات يطلقها ويحركها المضاربون في سوق صرف العملة بهدف خلق حالة من التشويش وعدم الاستقرار ومحاولة جر السوق النقدي إلى عدم الاستقرار. وأضاف أن عدم الاستعداد الكافي للمصارف المحلية مع بدء التطبيق التجريبي للمنصة الإلكترونية تسبب في تأجيل جزء من الحوالات الخارجية، ما ترتب عليه انخفاض حجم مبيعات النافذة في سوق العملة. أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي أن أكثر من 50 مصرفاً رفض الاشتراك بالربط الإلكتروني مع البنك المركزي، من بينها مصارف حكومية وأولها مصرف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والعقاري. وأشارت اللجنة في وقت ذاته إلى تحريك شكوى أمام الادعاء العام وهيئة النزاهة لمخالفتها عدم تنفيذ نظام الإبلاغ الإلكتروني، وخصوصاً أن المصارف الحكومية ساهمت وبشكل كبير في عمليات غسيل الأموال وسرقتها. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط تهريب 9 عجلات حمل مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية بمحافظة واسط. وذكر بيان للهيئة أن منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط 9 عجلات تحمل مادة حصى مكسر معبأة ومخبأة بداخلها سماد اليوريا الكيماوي المزدوج الاستخدام، مشيرا إلى أنه تمت إحالة العجلات إلى مركز شرطة جمرك زرباطية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. قدرت الحكومة الأردنية حجم موازنة العام المقبل بحوالي 11 مليار دينار إجمالي الإنفاق، بعجز مالي سينخفض قبل المنح إلى 2,664,000,000 دينار. وجددت الحكومة تأكيداتها عدم زيادة أو فرض أي ضرائب جديدة خلال العام المقبل، وخاصة مع تحسن الحاصلات الضريبية بما نسبته 6% لهذا العام، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى أكثر من 800,000,000 دينار لعام 2023 أو ما نسبته 0.8% من عن عام 2022. وأكدت الحكومة التزامها باستمرار العمل لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية والاستمرار في مؤسسة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والآن إلى معرفة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز بأمان الله.